ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتوني. انا النهاردة جاية عشان اعمل سناني. بصراحة انا بقالي كام يوم سناني وجعاني خالص، مش عارفة اكل. هو ده مش تخن، خلي بالك ده ورم. انا عليكم والله العظيم. بصوا مش لحظة، بصوا، لا انا ما تخنتش، انا بقي ورم. اكل بلدتي يا جماعة. بصوا ده مش تخن، لا انا بقي ورم، سناني ودروسي وجعاني خالص، تمام. فمش عارفه اكل، اضطريت اسفه امبارح يا جماعه عادي ان انا اجي عند دكتور اسنان، يعني عندنا في مركز الجوهره، تمام. فعشان اعمل سناني طبعا، عشان انتوا لو شفتوا سناني والله العظيم انا خايفه اصلا لما الدكتور يشوف سناني. دروسي سناني كده عيب، عمري شوفوا دروسي بقى من جوه. ما عنديش دروس اصلا، والله ما عندي دروس. فجاي عشان اعمل دروس من اول وجديد، ماشي. معايا امنيه طبعا، معايا سلمى برنسيت السوشيال ميديا. قربي شويه امنيه كوه. امنيه كوه في القلب من جوه. بيشاركوني الالم، شفتوا حنيه اكتر من كده. بيشاركوني الالم، بيشاركوني يعني حتى ألم سناني بيشاركوني فيه. قالوا لي ابدا مش هينفع نسيبك ابدا، يعني انتم والله بجد كلكم ذوق، شكرا لكم. بيضحكوا طبعا عشان كل ده كذب. ومعايا مين هنا؟ بصوا معايا مين؟ القس اسطوره مصر، معايا هنوده ومعايا صلوحه، بس ومعايا امنيه بقوه طبعا. هصور لكم وانا جوه في غرفه انا صور لكم جوه. ايه يا جماعه جوه وانا ان شاء الله بعمل سنيه هصور لكم، يعني اصور، بس مش هدخلكم جوه بقي. يا فندم شوفوا ايه يا جماعه، هو صغير جدا، ما انصحكوش والله، ما انصحكوش تشوفوا بقي. يعني سنيني انا مع... يعني سنيني انا دروسي وجعاني خالص، انا مهمله في موضوع دروسي او ما عنديش وقت والله. لا عايزه اجيب مركز الجوهر، فين الاسم بس؟ اهو بصوا صالح طالعين، يلا بينا تعالى نطلع فوق، يلا بينا دلوقتي طالعين فوق عشان يلا دودو يلا بينا. اسناني خربانه والله يا عطا، شايفه الدكتور ما شفتيني يقول لي يلا تعالوا معانا كده. طبعا كابتن خيو، طبعا يحيى دكتور، حياة كفيو يحيى، فتح لنا الكفيو قلنا ده الكفيو بتاع الجوار بتاع مستشفى الجوار، طبعا شكرا استاذ يحيى على التعامل معانا بجد. عايز تضحك من غير ما تتكلم، ما تروح فين؟ بس يا توصل معايا الضحكة، الضحكة دي الناس اسكتي كتي يا خلاص. مركز الكهرباء هو أهم شيء، هو أساسه. عايز أعمل سماي بوليود. طب والله يعملوا لك سماي مش بوليود. لو مش عارف تنام من وجع السنان تعالى فين؟ مركز الجوهر. لو عايز تضحك من غير ما تكسف تعالى فين؟ مركز الجوهر. قوم انت في عبد الناصر، في ولا عبد الناصر في العصافرة في ولا عبد الناصر. ايوه، وبعدين موجود في كذا فرع، مش فرع واحد. لو عايز تضحك من غير ما تتكسف، مكسوف من سنينك، سنينك شكلها وحش، تعالى فين؟ نقفل شفايفنا على بعض كويس، استنى في سقف حلقنا، نتنفس من مناخيرنا مش من بقنا لحد ما نخلص. دلوقتي كنت بعمل اشعه بساني، عشان طبعا الدكتور بيقول لي انت دروسك مدمره، انت دروسك هتتشال. بس احلى حاجه هنا في المستشفى هنا اللي فيه اشعه، في كل حاجه، مش هتطلع بره، دي حاجه. بس
خاصه دلوقتي عملت اشعه بانوراما على دروسي كلها وعلى سنيني كلها عشان بيقول في درس عقل تحت وفي درس عقل فوق درس عقل محفور تحت لازم افتح واعمل واشيل ودي حاجات شغل كتير كده هيحصل خليكم معايا بقى الايام اللي جايه اسمي يا جماعه بص الدكتور بيقول لي ايه ده حاجة زي حاجة بالظبط نفس المكان اه دي ده لونه سمر شايفاه هو الدرس هو اصلا بيبقى مدفون كده اه لو اخد بالك ان في وبعد كده لحد ما اللحم يلحم عليه كويس من تحت بس زي كده يعني زي كده بالظبط هي دي بتبقى صور عظمه اصلا مش بتبقى كأنه عادي مفيش درس كأنه خلعت بالظبط وبتاكلي عادي جدا كل حاجه بس بعد ثلاث شهور بحطه بقى اللي هي الاساس اللي فوق اللي هو هي دي يعني تحت ممكن ياخد شهرين ونص تحت فوق مثلا ثلاثة بشوية اوكي بس المهم الدرس تتصبح احنا لو انت في دماغك ان انت تعملي زراعه ما تخلعيش عشان تخلعي وتحطيه في نفس الوقت انا عايزه الالم يخف عشان انا الوجع بقى كل يوم بيزيد ما انت لو هتعملي زراعه ممكن تبدأي بكره عادي ان شاء الله بصي دي انواع زراعة طيب دي اللي هي المسمار اللي انا وريته لك هاتي يا امان المسمار اللي انا وريته لك اللي هو بيبقى جوه العظم تمام من غير اي كراون بريمر من غير اي حاجه بصي ده تركي اوكي ده كوري اوكي ده كوري الماني ده ايطالي ده سويسري ده فرنساوي ده الماني دول بيختلفوا على حسب ايه وبيتحددوا على حسب ايه على حسب حاله العظم بتاعت الفك بتاعك تمام فاحنا يعني حاله العظم بتاعتنا في الاغلب هيبقى يستحسن ان احنا نبدا من اول الايطالي اللي هو الفيترونكس تمام الايطالي الفيترونكس والسويسري والفرنساوي والالماني الثلاثه دول الاربعه دول متاحين معايا تمام ايه الفروق بينهم يعني انت هتقولي مثلا طب ايه الفرق بين دوت ودوت كل دوت يعني كلهم نفس الحاجه بس الفرق في الصناعه ده مثلا في حاجه تنفع لحاله العظم دوت وفي حاجه ما تنفعش مثلا الالماني ايه اللي مخليه اعلى حاجه خالص ان هو معاه ضمان دولي يعني كل دول معاهم ضمان بس ضمان من المركز فاهمين لكن ده معاه اصلا ضمان دولي ضمان دولي ازاي ان الكارت دوت في باركود انت لو في اي مكان في العالم بتروحي بالكارت دوت مثلا هما بيعملوا سكان للباركود دوت ويقدروا ان هما يعني الزرعه دي حاجه شبه الصيانه مثلا عندك صيانه مثلا فاهمين فهما بيعملوا صيانه في اي مكان على مستوى العالم يعني هو بصي كل زرعه تبقى اطوال معينه وكل حاجه في العلبه بتاعتها بيبقى مكتوب عليها كده فانت مثلا لو حصل معاكي حاجه ترجعي للدكتور لكن انت مثلا بره مصر فانت هما بيعملوا سكان للباركود دوت ويشوفوا بقى انا ماما قوي ايه يبقى فاهمة بيعرفوا بقى الاطوال وكل حاجه بتنزل عليها بيكون فيقدروا ساعتها ان هم اوكي يعملوا لك اي حاجه للزراعه